الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم في هذا المقطع القصير والمكثف فكرة منحنى فيليبس كيرف اللي تعلمناه بالماكرو إكونومكس أو الاقتصاد الكلي، خاصة بما يتعلق بالتوازن بين الأجريج الديمان الأجريج سبلاي والتضخم وما شابه ذلك. وعلى بركة الله نبدأ. أن تعود فكرة منحنى فيليبس إلى الاقتصادي البريطاني ويليام فيليبس في ثلاثينيات القرن العشرين الماضي، وذلك على الرغم من أن الاقتصادي البريطاني إيربينغ فيشر قد طرح الفكرة قبل فيليبس بسنوات عديدة، لكن المفهوم اشتهر في علم الاقتصاد تحت مسمى منحنى فيليبس. ملخص فكرة المنحنى يقول ما يلي: بأن هناك علاقة عكسية بين معدل التضخم inflation rate ومعدل البطالة unemployment rate في الاقتصاد. وقد لاحظ فيليبس ومن قبله فيشر الظاهرة الآتية في الاقتصاد البريطاني، دعنا الآن نمثلها بيانيا. هنا على المحور الأفقي معدل البطالة unemployment rate، هنا معدل البطالة، على المحور العمودي inflation rate معدل التضخم. والآن لاحظوا خلال السنوات اعتقادي من 1870 و75 حتى تقريبا بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، وهو يرصد هذا يعني فيشر وبعد من بعده فيليبس، رصدوا معدل بطالة مقابل معدل التضخم كأزواج مرتب، فحصلوا على شكل كالآتي تقريبا. هذه الآن عندما كانت معدلات التضخم عالية كان معدل البطالة عند هالمستوى هذا، عندما انخفضت معدلات التضخم زالت معدلات البطالة، وهكذا إلى أن حصلوا على شكل تقريبا مثل هذا الشكل الغريب. لو وصلنا هذه النقاط مع بعضها بعضا نحصل الآن على هذا المنحنى. هذا هو منحنى فيليبس الذي توصل إليه الاثنان، لكن اشتهر تحت اسم منحنى فيليبس. لاحظوا لي أنه كلما الآن انخفض معدل التضخم زالت معدلات البطالة، والعكس كلما ارتفع معدل التضخم انخفضت معدلات البطالة. يعود هذا السبب أنه عندما تكون الآن الآلة الاقتصادية المقصود بها الإنتاج والاستهلاك كل الأنشطة الاقتصادية عالية، يحدث في عندي سخونة بما يسمى بالآلة الاقتصادية هو الاقتصاد بشكل عام، فبترتفع الأسعار. لكن بالوقت ذاته لأنه في عندي نشاط اقتصادي محموم يؤدي ذلك إلى تشغيل أكبر قدر ممكن أو عدد ممكن من العمال، وبالتالي معدل البطالة بنخفض ومعدل التضخم بيرتفع نتيجة لزيادة الطلب وزيادة الإنتاج. من هذه الآن ما لاحظه فيليبس بأن فترات ارتفاع معدل التضخم اقترنت بفترات معدلات بطالة منخفضة، وفي فترات انخفاض معدل التضخم كانت معدلات البطالة ترتفع. إذن هذه العلاقة. لكن هنا هذا عندما يكون الاقتصاد قوي، هنا في أعلى المنحنى بيكون عندي نشاط اقتصادي، زيادة في الطلب الكلي، زيادة في العرض الكلي، لكن الأسعار ترتفع. وهنا بيكون اقتصاد ضعيف، انخفاض في الطلب الكلي وانخفاض في العرض الكلي، الأسعار تنخفض لأن ليس هناك طلب، لكن بالوقت نفسه معدل البطالة بيرتفع. لكن الاقتصاديين لاحظوا بأن هذه العلاقة لم تصمد خلال سنوات السبعينيات من القرن العشرين الماضي. ماذا لاحظوا؟ لاحظوا شيء أو ظاهرة سميت ستاغفليشن، اللي هو بيكون في عندي معدل تضخم مرتفع وكذلك الأمر معدل بطالة مرتفع. فكيف الآن عدل الاقتصاديون أفكارهم حتى ينتجوا أفكار جديدة لها علاقة بمنحنى فيليبس؟ نكمل. قلنا بأن الاقتصاديين لاحظوا تهاوي هذه العلاقة خلال سنوات السبعينيات من القرن العشرين الماضي، حيث رصدوا فترات سادت فيها معدلات تضخم عالية نسبيا مع فترات سادت فيها معدلات بطالة مرتفعة، وهي ظاهرة سميت الركود التضخمي stagflation، يعني بمعنى عندي ركود اقتصادي لكن أسعار ترتفع، فسمي الركود التضخمي stagflation من كلمة stagnation وinflation. stagnation ركود وinflation تضخم. وبناء على ذلك كما ذكرت عدل الاقتصاديون أفكارهم بالقول بأن هناك أوضاع متعددة لمنحنى فيليبس، هي حالات الأمد القصير وحالات الأمد الطويل. كيف تخيلوها؟ الآن كذلك الأمر على المحور الأفقي معدل البطالة بالمئة ومعدل التضخم هنا على المحور العمودي بالمئة،
وهذا اللي هو منحنى فيليبس اللي تخيلناه قبل قليل. فتخيل قصير بأن هذا الآن هذا الأمد القصير هنا، وهون في عندي الأمد الطويل حيث التوظيف التام اللي هو full employment، يعني معنى آخر عندما يكون عندي فقط ما يسمى بالمعدل الطبيعي للبطالة اللي هي natural rate of unemployment، بكون يعني طبعا الفول employment هنا ليس مقصود بها أنه يجب علينا أن أو خلنا نتوقع بأن كل الموارد الاقتصادية ستعمل، لا، بما فيها العمالة. الآن إذا 4% أو 3% معدل التضخم فبكون مقبول، لأنه هناك في يعني شيء اسمه بطالة احتكاكية وبطالة هيكلية وما شابه. فتخيل الاقتصاديون بأن هناك حالتين، الأمد القصير منحنى فيليبس الأمد القصير، وهنا منحنى فيليبس بالأمد الطويل حيث يقابلها ما يسمى التوظيف الكامل أو التام للموارد الاقتصادية. الآن هذا هنا يعني نفترض بأنه اللقاء هنا عند هذه النقطة مثلا 5% معدل بطالة طبيعية، وهذا معدل تضخم طبيعي جدا أنه يكون 3%. بيكون يعني في هذه في هذا القطاع من المنحنى هنا يكون عندي هنا حالة سخونة الآلة الاقتصادية، أي بمعنى آخر زيادة محمومة على الطلب والكلي والعرض الكلي، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض معدل البطالة. أما عندما الآن حالة برود الآلة الاقتصادية، أي ينخفض الطلب الكلي وينخفض العرض الكلي، فتنخفض الأسعار، يؤدي ذلك إلى زيادة معدل البطالة بمعنى آخر، لأنه أرباح المنشآت بتقل وبالتالي تأخذ بتسريح العمال اللي عندها. دعنا نتخيل ذلك ونربطه بفكرة العرض الكلي والطلب الكلي. عندي هنا على المحور الأفقي الناتج الحقيقي ريال جي دي بي، وهنا مستوى الأسعار اللي هو مستوى الأسعار عفوا عندي هنا الأجرق الدمان خلينا نقول سمينا AD1 اللي هو أجرق الدمان أو منحنى الطلب الكلي في المرحلة الأولى رقم واحد، وهنا عندي منحنى العرض الكلي لكن بالأمد القصير، لاحظوا لي لأنه positive أو خلينا نقول ميلو موجب، فافترضنا بأنه هذا هو العرض الكلي في الأمد القصير. هذا الآن عندما يلتقيان هنا هذا هو العرض الكلي في الأمد الطويل long run aggregate supply، هنا عندي short run aggregate supply، هنا عندي long run aggregate supply، لكن مقابل ماذا؟ مقابل إنه هاي النقطة بتقول لي الإنتاج في الأمد الطويل حيث التوظيف التام، حيث التوظيف التام. هذا الآن بتقول لي اللي نفترض بأن كمية الإنتاج عند هذه الحالة كانت 100 وحدة، 100 مليون، 100 مليار، 100 شو ما كان. والآن هنا التوازن هذا افترضنا تشير هذه الحالة إلى التوازن في الأمد الطويل، هنا هذه النقطة. فقد نفترض بأن قيمة الإنتاج الحقيقي في الأمد الطويل كانت مثلا 100 كما ذكرت هنا، ترتب عليها معدل تضخم معدل بطالة 5% مقدار ومعدل تضخم 3%. هذه الآن لنفترض أن هذه الحالة سادت، أوكي؟ الآن سنبني هنا على هذه الحالة، لنفترض بأن يعني حدث الصدمة، صدمة أجرق الدمان أو صدمة موجبة الاتجاه، معنى آخر أنه زاد الطلب الكلي. ما الذي يحدث الآن؟ نكمل على هدى هذه الفكرة بإذن الله. هنا نفترض الآن حدوث صدمة طلب كلي موجب positive demand shock أدت إلى إزاحة تامة في منحنى الطلب الكلي اليمين من AD1 إلى AD2. دعنا الآن نعيد رسم كل الأشياء السابقة هنا، هذا short run، هاي long run، هنا الأمد القصير الأمد الطويل، وهذه النقطة بتقول لي 5% مقابل 3%، يعني 3% تضخم أدت إلى أنه 5% معدل البطالة، لكن هذا نتيجة لأنه هنا طبعا حالة السخون الاقتصادية كما ذكرت قبل قليل، وهنا البرود الآلة الاقتصادية، هنا طلب وعرض قليل، هنا طلب كبير، يعني اللي هو أجرق الدمان أجرق السباي بكون مرتفع. فهنا الآن دعنا نرى ما الذي يحدث إذا حدثت صدمة الطلب الكلي الموجبة. هنا بقي الإنتاج الحقيقي على المحور الأفقي، المحور العمودي مستوى الأسعار، وهنا الأجري الديمان في المستوى الأول، في الأجري السبلاي في الشورت رن هذا في المستوى الأول، والآن هذه الأجري اللونج رن أجري السبلاي اللي هو العرض الكلي في الأمد الطويل، وهذه الآن الكمية اللي ذكرنا أنها كانت تساومية. الآن نتيجة الاعتبارات معينة طبعا الإنتاج في الأمد الطويل حيث التوظيف التام،
هاي الآن نقطة التوازن، هاي مستوى الأسعار P1 نتيجة لاعتبارات معينة انتقل، صار في عندي الصدمة هذه، انتقل منحنى الطلب الكلي من AD1 إلى AD2. ما الذي يترتب على ذلك؟ الآن إزاحة إلى اليمين هما كما يشير السهم، فالآن هذه الآن نقطة التقاطع الجديدة. لاحظوا الأجريجيت ديماند في المرحلة الثانية أو يعني في الموقع AD2، لكن تقاطع في مع الشورت رن اللي هو بالأمد القصير. هذا يعني بأنه يترتب عليها الآن كمية جديدة. كأنما نقول الآن عندما يزال الطلب الكلي، أصحاب العمل بيقول لك أنا ما بقدر أعطيك هذه الكمية، لا أستطيع توفير كمية أكثر من 100 لأنه هاي البوتنشال، هاي اللي هو إمكانية الاقتصاد، حتى يعني أقفز فوق الإمكانية فيجب عليك أن تدفع أسعار أعلى حتى أستطيع توظيف موارد أكثر لأنتج هذه الكمية. نفترض بأن هذه الكمية 120، أنا نفترض أنها 120، وبالتالي الآن نتيجة لزيادة الإنتاج من الاقتصاد بالبوتنشال اللي هو الإنتاج الممكن إلى إنتاج فعلي أعلى من الممكن، يعني هنا البوتنشال هنا الاكشوال، ادى ذلك الى ارتفاع الاسعار. هذا ارتفاع الاسعار ما الذي يكافئ هنا على المنحنى بالطلب؟ لاحظوا لي هنا تشير الحاله الجديده الى توازن اعلى من توازن التوظيف التام. هنا هذه الحاله توازن هنا اعلى من نقطه التوازن التام هذه. لنفترض بان قيمه الانتاج الحقيقي اصبحت 120 كما ذكرنا، هون 120، ترتب عليها ارتفاع مستوى الاسعار ثم ارتفاع معدل التضخم إلى 6% وانخفاض معدل البطالة إلى 400. لاحظوا لي هنا هذه النقطة، هذه أدت إلى بروز هذه النقطة هنا، وبالتالي الآن خفض معدل البطالة من مثلا 5 إلى 4%، لكن معدل الأسعار ارتفعت من 3 إلى 6%، أو عندما ارتفعت الأسعار نتيجة لزيادة الطلب الكلي هنا ارتفعت الأسعار من P1 إلى P2 مثلا من 3% إلى 6% تضخم، أدى ذلك إلى انخفاض معدل البطالة من 5% إلى 400. هاي لأنه نتحدث بالشورت رن. هذه الآن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ضغوطات على القوى العمل، بمعنى آخر بأن العمال سيأخذوا بالتفاوض في الأمد الطويل أنه نحن لا نستطيع أن نشتغل ونعمل بمستوى أسعار هذه، نريد زيادة في الأجور. ما الذي يحدث الآن سنبينها بإذن الله. هنا نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار سيطلب العمال إعادة التفاوض على مستوى الأجور، سيؤدي ذلك في الأمد المتوسط أو الطويل إلى انتقال منحنى العرض الكلي إلى اليسار. هذه الآن بقيت يعني التسميات، المحور الأفقي الناتج الحقيقي ريل جي دي بي، هنا مستوى الأسعار، هاي الأجريك الدمان في الحالة الأولى، عند الأجريك سبلاي بالشورت أو بالأمد القصير، وهذا التوظيف التام هنا اللي هو منحنى العرض في الأمد الطويل. هذه الآن الكمية هي 100 كما ذكرنا قبل قليل، الإنتاج في الأمد الطويل نتيجة الآن لأنه كانت الأسعار هنا هذه P1، فانتقل منحنى الطلب الكلي من AD1 إلى AD2، هذه أدت إلى زيادة الأسعار. لاحظوا لي هنا كما ذكرنا قبل قليل من هذا المستوى إلى هذا المستوى، هذه الكمية لنفترض أنها 120 كما ذكرنا قبل قليل، وارتفاع الأسعار من P1 إلى P2. ما الذي سيحدث الآن؟ الذي سيحدث بأن هذا المنحنى سينتقل إلى أعلى نتيجة لضغوطات الآن قوى العمل تريد أن تعوض عن التضخم هذا الذي حدث في الأسعار على شكل أجور أعلى، لكن المشاءات لا تستطيع، وبالتالي تأخذ بتخفيض الآن مستوى العمل لديها حتى أنه ينتقل هذا المنحنى من SRAS اللي هو المنحنى العرض بالأمد القصير في المرحلة الأولى إلى منحنى العرض في الأمد القصير لكن في المرحلة الثانية، وبالتالي كأنما الآن الاقتصاد عاد إلى وضعه السابق اللي هو Long Run Average Supply Curve اللي هو هذا واحد، وكأن شيء لم يكن، لكن ارتفعت الأسعار وانخفض إيش بالحالة هي معدل البطالة هنا. فالذي يحدث هنا، لاحظوا لي الذي يحدث أنه إزاحة تامة التي حدث الآن، رجعنا على مستوى التشغيل هذا فقط لا غير، مع بقاء انه المنحنى هذا اللي هو الانتقال ما بقاء هاي الكميه ثابته، لكن الذي حدث انه مستوى الاسعار ارتفع دون ان يؤثر ذلك على مستوى البطاله. هذه الان العلاقه بين الاجريك سبلاي واجريك ديماند من جهه، والامد الطويل والامد القصير لمنحنى فيليبس.
كيف نلخص كل هذه الأفكار؟ نلخص كما يعني باختصار شديد، يمكن أن تكون حالة الاقتصاد واحدة من ثلاث حالات: المحور الأفقي الآن معدل البطالة، المحور العمودي معدل التضخم، والآن هذا المنحنى في الأمد القصير، وهنا عندي طبعا فيليبس هذا شورت رن فيليبس كيرف، هون عندي شورت لونج رن فيليبس كيرف. هذه النقطة بتشير إلى ما يسمى بالتوظيف التام، الإنتاج في الأمد الطويل حيث التوظيف التام، يعني في عندي فقط هنا معدل بطالة طبيعي ومستوى أسعار طبيعية بتكون بالحالة هاي هنا الأسعار. فهنا هذه النقطة تشير إلى بقاء بطالة احتكاكية وبطالة هيكلية، يعني احتكاكية اللي فريكشنال بده ينتقل من وظيفة إلى أخرى، أو أنه والله سوق العمل يستطيع أنه يستوعب هذا النوع من التخصصات. فهذه المرحلة الأولى هنا، طبعا المرحلة هنا هي في الأمد الطويل، في الأمد القصير هتحدث هنا، وعندي هنا هذه الحالة اللي هي فجوة انكماشية، نفترض أنه كنا بهذه المنطقة هنا فبكون فجوة انكماشية، لكن اللي هي ريسيشنال جاب. أما إذا الآن أخذنا هذه الحالة هنا فباختصار سيكون فجوة تضخمية. إذا حتى الآن نقلل من معدل البطالة، يجب أنه نكون على هذا بالأمد القصير بارتفاع التضخم. إذا بدنا نزيد، بدنا نخفض الآن معدل التضخم، بدنا نزيد البطالة في الأمد القصير، لكن في الأمد الطويل يبقى هو الآن ما يسمى هذا الفول إمبلويمنت برودكشن اللي مقابل منحنى فيليبس في الأمد الطويل. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.